السلام عليكم الدراري، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ فالدرس اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش الناس كيطلعوا لي زاكونت ديالهم دغيا، وغادي نوريكم السر ديال الناس اللي كيبيعوا لي زاكونت عمات على امازون اللي تشير طالعين، وكيفاش تجيب واحد العدد كبير ديال لي سيل. تقدر توصل 1000 سيل في نهار واحد الدراري، 1000 سيل في نهار واحد. وملي غندير لكم واحد الاناليز غادي تفهموا شنو هو هذا البلان هذا. غنوريكم كيفاش ان شاء الله غادي تجيبوا لي تريند من السورس ديالهم. غادي نوريكم كيفاش ماشي تبقاو تقلبوا على لي تراند في ريد بابل، في ميرش باي، امازون، في ايتسي. هادوك لي تراند غنوريكم منين جاو، كيفاش نتوما الاولين اللي غادي تحطوا في هذاك التراند، والناس غادي يقلبوا في كيدي، غيقلبوا في امازون، وغيقلبوا في ريد بابل وايتسي، وهما غادي يكوبيوكم، غتوليو نتوما السباقين. والسباق الدري راه هو اللي كيبيع مزيان، راه ماشي اللي كيكوبي، حيت اللي كيكوبي كيبقى مكوبي. المهم هاد الدرس هذا ان شاء الله راه غادي يكون طويل، غادي نقسمه لكم على جوج ولا ثلاثه ديال لي بارتي على حساب على حساب الوقت، حيت انا جيت درت هادشي كامل اللي خدام ديال السوشيال ميديا كيفاش تجبد منه لي تراند، راه غادي يكون فيديو في واحد ساعتين بحال هكاك. المهم غنشرح لكم اليوم واحد الجزء، وإذا كان الفيديو فيه تفاعل مزيان واش الدراري عجبهم هاد البلان هذا، غادي ندوز لكم الجزء الثاني تا هو غنشرح لك فيهم بلانات اخرين. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرح لكم كيفاش تجيبوا الترندات من بينتريست، كيفاش تجيبوهم من انستغرام ويوتيوب وجوجل ترند وفيسبوك ادس لوبلي، وباقي صراحه بزاف ديال البلايص اخرين تجيب منهم ترند بحال الفيسبوك، الجروبات، كيفاش تلقى الجروبات هادو، من تويتر، من ديسكورد، من كلوب هاوس، ممكن بزاف ديال البلانات. المهم اول بلان هو ديال انستغرام، ندخلوا لهاد السيت هذا، غنسجلوا فيه عادي راه فابور. ملي غتسجلوا فيه الدراري وما تدخلوا بحال هكا وسميت السيت، غادي تدخلوا لي غادي تسجلوا فيه عادي. ملي غادي تسجلوا فيه غادي تلقاو هاد اللينك هذا في التليجرام ديالي، عاد تكليكيو عليه وغادي يلوحكم لهاد الباج هادي. هاد الباج هادي اش كتلقى فيها؟ بعدا تحتي هاد الباج هادي كتلقى فيها انستغرام، يوتيوب، تيك توك. حنا غادي نركزو على انستغرام، المهم تيك توك نخلي حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. اش كتلقى؟ كتلقى الطوب ديال لي كونت ديال انستغرام اللي كاينين هنا. عندك الفلتر، كتفلتري باش من الدوله، انا اختاريت هنا يونايتد ستيت. هنا الكاتيجوري اللي بغيتي، اولا كتختار انك كيطلع لك كاع لي كاتيجوري. هنا كيطلع لك لي كونت ديال انستغرام طوب في الدوله هادو، في هاد الكاتيجوري. بما نختاريت انا جميع لي كاتيجوري، هما لي كاتيجوري كيطلعوا لك هنايا. اش كدير نتايا؟ كتمشي كتبقى تكليك على هذا الرمز ديال انستغرام بحال هكا، وكتفولو لي كونت، كتمشي كدير لهم كاملين فولو، كتمشي كتصيب شي كونت ديال انستغرام جديد، كتصيب شي كونت انستغرام جديد وكديرو خدام غير لهاد الخدمة هادي. كتمشي كدير فولو كاع الناس كاملين، اولا نتايا بغيتي كاع بغيتي تنقص عليك المنافسة، غتمشي تختار ماشي كاتيجوري وغادي تبقى تفولوي الناس. اولا عاوتاني كتمشي تقلب لك على الفرق ديال البيسبول، الفرق ديال الباسكتبول اللي كاينين في امريكا، وكتمشي كتجبد كاع اللعابه ديالهم، ليست ديالهم راه موجوده، راه كتبتها في ويكيبيديا، راه غادي يطلع لك اللعابه كاملين. غتمشي غدير لهم كاملين فولو في انستغرام، وتبقى كل مره تشوف لهم ستوريات ديالهم. وضروري الدراري بحال دابا مثلا هاد الألف كونت مثلا درتي ليهم فولو، ولا درتي 500 كونت فولو، ضروري واحد تلقى واحد الخمسة ستة سبعة ديال لي زانفلونسور مثلا في النهار على الأقل، لابسين شي تيشيرت ولا كاتبين شي كوت ولا شي حاجة بحال هكا، كورا مبارطاجين شي لعيبة. انت اش كدير؟ كتشوف مثلا هاد السيدة هادي مثلا اللي حلف ان شي تيشيرت ولا كاتبين شي كوت، او مصورة شي واحد ولدها ولا شي حاجة بحال هكا كلابس شي حاجة، كتمشي هذاك كتشدها كتحطها في كتديزاينيها كيما حطاتها هي. إذا كانت لابسة تي شورت كتشد داك التيشيرت كتكوبي كيما لابسة هي، حيت هذوك الناس اللي متابعينها خاصهم فوتوكوبي داك الشيء اللي لابسة هي. ما يجيش نتايا دير شي فكرة من عندك، أولا تقدر تصيب هذاك التيشيرت اللي دايرها هي كيما هو فوتوكوبي ديالو، وتصيب واحد ديزاين اخر جديد عليه. والدراري غنوريكم القوة ديال هاد البراند ديال انستغرام، غادي يمشي معاكم الاكسس كا.
نصيب واحد الخريطة هنايا بحال دابا مثلا. هاد السيد هذا عنده 10 ديال مليون ديال لي فولور. انا قلت لكم الدري اكفسكا هو هذا، واحد عنده 10 مليون ديال الفولور. الا جيت تشوف هاد الليست هادي راه تلقى واقيلا مشيت للباج 20 غتلقى الاخر الله عنده شي 15، عنده شي 15 مليون بحال هكاك 14 مليون. كان سيدي هذا عنده 10 مليون لحستوريا. هاد ستوريا مثلا سيدي شافوا 10% ديالو، الانجيجمنت عنده 100، 10% اللي شافوا ستوريا ديالو هي مليون واحد في مليون فيو عنده في هذيك ستوريا. نقولوا عاوتاني اكثر احتمال ان هاد السيد هذا النص ديال الناس اللي متبعينو كيشوفوا ستوريا ديالو كيكرهوه، والنص الاخر كيبغيه. هاد الكادر كاينه في ترامب الدراري، راه ما كاينش شي انفلونسور النص ديال اللي متابعينه كيكرهوه، راه ما كايناش. المهم انا مشيت لكم اكثر احتمال، قلنا النص ديال هاد المليون هادي اللي كتبغيه هي واحد 500 ألف. هاد 500 ألف 1% ديالها اللي عجبوها الديزاين هذا، 1% ديال 500 ألف هي 5000. وهاد 5000 سيدي عاوتاني نمشيو لك في احتمال ان 1% ديالها هي اللي مشات قلبات على الديزاين هذا. هاد 5000 1% ديالها هي 50، مبروك عليك 50 مبيع. وديرا ديزاين واحد الدراري ومشيت معاكم الاكسسكا، راه يقدر مثلا الكونتير كانت فيه مثلا واحد 20 ولا 30 مليون. ومهم راه تقدروا الدراري تشاركوها مبيعات، صراحة تقدروا توصلوا ل 1000 2000 3000 مبيعة في ديزاين واحد اللي ما غيهز لك، ما غادي يدي لكم حتى 5 دقائق باش تصايبوه. المهم هذه هي الطريقة الأولى الدراري ديال الانستغرام. ومن الأحسن الدراري اش غديروا، غادي تمشيو غادي تقلبوا مثلا شي فرقة ديال البيسبول شي حاجة بحال هكا، بقاو تبعوا الناس ديالها. أو لما تعرف تمشي ما غاديش تبعوا الناس هادو الكبار، حيت شحال واحد غيكون متابع مك خدام بعد الميطة هادي، غتمشي هادوك اللي عندهم 2 مليون 3 مليون. المهم راه موجودين في أمريكان ديال بصح. المهم الدراري هو البلان الأولاني. البلان الثاني هو ديال بينتريست. غادي نجيو مثلا نكتبو شي حاجه، غادي نكتبو مثلا ترامب شورت. هيفعلو كتشي شورتات هادي، غادي تشارج هاد ليكستونسيو هادي، غنلوح لكم حتى هي سميتها في التليجرام. غادي تكليكيو عليها، غايقول لك هنا شحال من باج بغيتي نسكرينيو. غاتقول لي مثلا حنا باش منضيعوش بزاف الوقت، غنقول لي مثلا هنا باج وحده غير هاد الباج هادي. هنا كيطلع لك لي تي شورت اولا لي بروداكت اللي فيهم بزاف ديال السيف، بزاف ديال الناس عجبوهم. بحال مثلا هذا 19 لواحد دار لي سيف، وكيطلع لك من الكبير الصغير. بحال هاد الباج كامله سكرينها الاولى كامله، وجبد لك الطوب اللي داروا لي الطوب ديال تي شورت اللي دار ليهم سيف. وانت راه ما غاديش دير باج واحد، راه غادي دير 10 20 ديال لي باج. المهم الدراري مفهوم هاد البلان. البلان التالت هو ديال يوتيوب. كيفاش كتدخل يوتيوب بون كوم، كتكليك على هاد الاستكشاف هادي، وكتكليك على المحتوى الرائج. صافي كتكليك على هاد البروفيل ديالك، وكتمشي كتبدل الموقع الجغرافي ديالك. ملي غادي تدخل لها عاده غتبان لك المغرب، انت غتمشي دير الدوله اللي كتستهدف، غادي دير مثلا الميريكان، المهم الدوله اللي باغي تخدم عليها. والدراري ما تبقاوش خدامين على الميريكان، راه كاينين بزاف ديال لي بلاتفورم في شبه امازون ولا فليت بابا، راه ماشي غير المراكب اللي كيشريو. كتجي هنا كتشوف لك واش كاين شي تراند، شي واحد لابس شي شورت. هذا مثلا هادي فيديوهات ديال الشورت اللي دايرين تراند. بعد ما مثلا هو هذا لابس هاد الهودي هذا، غادي تدخل الفيديو غادي تتفرج فيه. بحال دابا هذا تشوفوا 2.6 ديال المليون مشاهدة، وغالبا شحال من واحد يكون كيقلب على هاد الهودي اللي لابس تخينة هذا. غادي تكليك على الفيديو، وغادي تستوب الفيديو، وغادي تصيب داك الديزاين وغادي تحطو، وغالبا غادي يتباع الدراري. كتبقاو غاديين وكتشوفوا. بحال دابا لابس هذا تشوف هاد الهودي اللي لابس فيه، كتبقاو غاديين. هذا بتا هذا لابس تي شورت هذا، عاوتاني كتبقاو غاديين في الفيديوهات، كتحط لها ستوري بحال هكا، وكتشوف الفيديو راه كيدوز حداك، وكتشوف واش غادي يجبالك شي تي شورت ولا شي حاجه بحال هكا.
عافية كتشوف تا كدو 13 كاملة، ما غاديش يدي لكم بزاف د الوقت الدراري. البلان التالت الدراري هو ديال جوجل تريند. الغالبية ديال الناس اللي كيقلبوا في جوجل تريند كيقلبوا غلط صراحة، عشان انا كتبت شي شورت. المغرب، لكن المغرب نحولها الولايات المتحدة. الغالبية الدراري كيديروا الولايات المتحدة، وهنا كيجيو كيختاروا نهار ولا السيمانة ولا 4 السوايع مثلا، نديروا نهار. وكيجيو كيقلبوا هنايا، هادي طريقة غالطة حيت كلشي خدام بهاد الميثود هادي. انا لكم واحد مجموعة ديال لي ميثود اللي تقدر تجيب بيها ترند الثوانين نقيين في جوجل ترند. اش كتجي كدير مثلا هنا كوتش، هنكتبو شورت، هنسدو الكوت، هنحلو كوت اخرى، هنديرو داد. دابا حنا اش قلنا ليه؟ قلنا ليه جبدنا غير تيشورت. الناس اللي كيقلبوا على تيشورت وداد، شي تايتل فيه تيشورت وداد، وما يكونوش مهم تايتل يكون فيه تيشورت وداد، جبدهم لي وحطهم لي، ندير اونتري. والداد تقدر دير بلاصت اي حاجه بغيتي، المهم ضروري اهم حاجه يكون كوت حيت الفرق. حيت مثلا كاين هنا تي شورت داد، اذا قلبتي عليها في جوجل ترند شورت داد، راه غادي يطلع لك غير التايتل. مثلا هاد التايتل هذا فيه تي شورت داد في هاد البلاصه هادي، ولا مثلا كاين تي شورت داد في هاد البلاصه هادي، كيكونوا مجموعين. ولكن ملي كدير هنا كوت وكدير هنا عاوتاني كوت، راه يقدر مثلا يكون هنا تي شورت هنا وتكون داد هنا، ويكونوا بيناتهم هاد مجموعه ديال الكلمات. ونتمنى الدراري تكونوا فهمتوني صافي. وكتشوف انا لي تي شورت اللي دايرين ترند، كتمشي في الايام وكتبقى تقلب. هذا هو البلان الاول. البلان الثاني كتبنا الولايات المتحدة، وغادي نكليك على هذا السهم هذا، وغادي نمشي ونشوفو الترندات في الولايات. ما نبقاوش نشوفو في امريكان كاملة، نشوفو في فلوريدا اي ولاية كنكليكيو عليها مثلا. غادي نكتبو هنا تي شورت، صافي. وكنبقاو نشوفو هنا الترندات اللي كاينين في الولايات، وتقدروا كاع الولايات حتى هما تمشيو وتقلبوا في المدن اللي كاينين في الولايات. المهم الدراري شي مفهوم. الميثود دي الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه. الميثود الخامسه هي فيسبوك ادز ريبلي. هاد السيت هذا اش كيطلع لك؟ يطلع لك هاد السيت هذا تابع للفيسبوك باش شي تول ديال سبام. هاد السيت هذا كيطلع لك الاشهارات اللي كاينين في الفيسبوك. اي واحد حل حمله اعلانيه او لا كندير حمله اعلانيه وقتلها كيطلع لك هنايا. كنجي هنايا كنختار الدوله اللي بغيت نشوف الحملات الاعلانيه ديالها. انا كنتمنى امريكان. هنايا اش من نوع ديال الاعلانات؟ غنقول ليه جبت ليه كاع الاعلانات. وهنا كنقلبوا، نقدروا مثلا نديروا هنا شي شورت عادي، اولا نديروا مثلا الشورت داد. راه شرحت لكم البلان في هنايا. نديروا مثلا هنا حنا شي شورت، غادي نجيو هنا غنفلتريو، غادي نقول لي مثلا اللغه بغيناها انجليش. وهنا غادي نقول لي مثلا جبنا الاعلانات اللي باقي خدامين صافي. دايما الصات نخليو كل شيء صافي. غنديرو تطبيق،
كتجيو كتبقاو تقلبوا مثلا هاد ديال الاشهار. واحد هاد التيشيرت هذا داير لي اشهار، هذا داير لي اشهار، كتبقى تشوف وكتبقى تقلب. وكيبان لك مثلا التيشيرت داير لي اشهار، كتدخل كتكليكي على كتكليكي على الفيسبوك هادو، كتدخل كتشوف هاد التيشيرت هذا واش عليه انجيجمنت، واش عليه البارطاج، واش عليه لي كومونتير. الا لقيتي انجيجمنت زوين اخدم عليه. المهم شوف الفيديو دابا شحال وصلنا فيه، 15 دقيقة. صافي بلا ما نطول عليكم الدراري، الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشرح لكم البارتي الثانية ديال كيفاش جبدوا لي تريند من السوشيال ميديا. المهم الدراري هاد المهم الدراري انا صيبت جروب فيسبوك، شحال من واحد طلب مني نصيب جروب، وهذا ريد بابل بالدارجة. ملي غنسالي ريد بابل الدراري غادي نصيب جروب تاع مشبع امازون بالدارجة وكي دي بي بالدارجة، باش نقسم الخدمة بيناتهم. حيت انا درت جروب سميتو واحد تاكير، ولا جمعت كاع الدراري في جروب واحد، كل واحد غيبارطاجي، كي اللي غيبارطاجي شي حاجه في كي دي بي، كي اللي غادي يبارطاجي شي حاجه في مارس. المهم من الاحسن داكشي نفرقوها الدراري. وراني صيبت الدراري حتى كونت تاع انستغرام المحتكر روان. هاد الكونت الدراري غنبدا نلوح فيه لي تراند ستوريات يوميا بشكل يومي. وهاد الكونت الدراري ما غاديش يبقى بحال هكا، راه غادي يرجع بريفي، حيت غنبدا نبارطاجي فيه شي حوايج اللي ما نقدرش نبارطاجيهم في يوتيوب. شنو هما هاد الحوايج؟ كيفاش تخدم بليتو الفابور؟ المهم كاين شي حوايج اللي ما نقدرش نبارطاجيهم في يوتيوب، حيت راه بارطاجيني في يوتيوب تقدر تطلع لي القناة. و الدراري دخلوا حتى الصفحة ديالي المحتكر فيسبوك. هادشي كامل الدراري غنحطو لكم في الديسكريبشن. ومشكورا لكم الدراري.